دكتور اسمح لي بس اخد يعني معي على الهاتف الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلاميه. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه لميس، واهلا بضيوفك الشوامخ الكبار. اهلا بيك. طبعا طبعا دكتور جابر تعرف دخل عش الدبابير كعادته وقراره بمنع التدريس للمنتقبات او منع المنتقبات من التدريس في جامعه القاهره. هنا بنرجع نسال تاني السؤال، هل النقاب من اصل الدين الاسلامي؟ لا، هو لا يمكن على احد ان يقول ان النقاب من اصل الدين الاسلامي، هو عاده وليس عباده، والذين يجعلونه عباده يزيدون في عاده ولا بدعه دكتور بما ليس له دليل. نعم، عاده ام بدعه؟ بيسال الدكتور فرحات. والله ايا ما كان عاده او عباده، هو العاده اذا بدعه موافقه للشريعه تكون بدعه، وربما تكون اشد من البدعه وطئا. انما انا عايز اقول بس في الحج يا دكتور، بعد اذن حضرتك بدون مقاطعه، في الحج يعني مثلا المراه يجب ان تكشف وجهها في نعم كل مناسك الحج، وحضرتك عارف. نعم صحيح، يعني وكل الحج يعني ده رجاله وستات في الطواف، يعني بيبقوا يعني ملتصق يعني في يعني في الطواف كله جنب بعضه، ما بنقدرش نحط الستات نعم في حته والرجاله في حته في الطواف مثلا. نعم نعم، يعني أنا عايز أقول هو كانوا الجماعة الذين يتمسكون بالنقاب يستندون إلى مصادر الفكر بتاعهم من أهل السلف، ومنهم ابن تيمية. وابن تيمية له عبارة في هذا الأمر ترد عليهم حين قال إن الزيادة في الدين كالنقص فيه. الذين يجعلون أمورا ليست من الدين ويلزمون بها أنفسهم كالالتزام بالفرائض التي أوجبها الله عز وجل، دول بيخلطوا بين الواجب وغير الواجب، بين المطلوب من الشرع وغير المطلوب، وهذه أمور يجب أن يتنبهوا إليها. النقاب ليس يعني، أنا أعجب كيف تقبل يعني واحدة على نفسها أن تنظر إلى المجتمع هذه النظرة الدونية التي لا تحب أن يراها فيها أحد، مع أن الشرع أباح المعاملات وأباح للمرأة أن تتعلم وأن تشارك في الخدمات العامة وأن تكون طبيبة وأن تساهم في مناحي الحياة العامة المختلفة. هنا ولي الأمر، هنا ولي الأمر من حقه، هنا في هذه الحالة ولي الأمر ده الدكتور جابر مثلا كرئيس للجامعة، من حقه أن فكرة التنظيم، أن ينظم الحقوق والحريات. نعم، هو دلوقتي أنا شايف إن إذا كان الأمر يقتضي أن ينظم هذا الأمر بقرار، وإن الجهة التي تتولى تعليم المرأة أو تعمل فيها المرأة من حقها أن تفرض النظام الذي يتم به العمل ما لم يخالف الإسلام، وأنا شايف إن النقاب زيادة في الدين وليس أمرا من الدين، وبالتالي إذا أراد ولي الأمر في أي مؤسسة أو في الدولة أو في أي جهاز من أجهزة الدولة أن ينظم هذا الأمر بقرار يسري على الجميع وينظم سير العمل بما يمنع أن تخفي المرأة وجهها عن غيرها من الناس، أنا أرى أن ذلك يكون أمرا مشروعا ويكون في حدود الضوابط الشرعية المباحة في مثل هذا الأمر. لكن الحجاب نحن جميعا نتفق عليه ولا يقول به أحد ونلتزم به. أما هذا الأمر الزائد إن وحدة تخفي وجهها ثم تتحدث يعني أنا أعجب كيف يعني وهي أستاذة لها تأثير على الطلاب والطالبات بوجهها وبوسائل التعبير. التدريس له علاقة بالوجه كمان، والإلقاء والتعبير والكلام ده كله بيختفي طبعا. سيدتي الله عز وجل يقول سماه في وجوههم، الطالب يعرف. وإلا كان قال لنا كمان اتنقبوا وانتم بتصلوا. شكرا يا دكتور، بشكرك دكتور عبد الله نجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.